على شاشة LBC وحلقة خاصة من هوى الحرية تكريما للراحل الموسيقار ملحم بركات. منتابع بعض المشاهد ومنعيش الليلة. نحن رح نعرفكم على ملحم بركات الصديق والخي والبي والفنان المرح المجنون العيش. بركي منقدر بعد حلقة اليوم نودعه. عنده علاقة بالجيش غريبة الشكل، يطلع على السكنات وقت هاي الصورة الشهيرة نزلوها وقت الأحداث اللي صارت بالقاعة وهيك، كان عنده حماس يعني وطني بامتياز. أنا كنت على طول حريص إنه أطلع وكذب اللي عم ينقال، لأنه ملحم بركات كان بتخته والريموت كنترول بإيده وعم يحضر التلفزيون ويحضر التلفزيون وينقل من محل لمحل. بس تفوت على قلبه بتعرف عنده قلب مش طفل، يعني طفل صغير. جو معلوف غير ستركتور البرنامج يعني، وحتى سميه هو ابو مجد كمان تيعمل هالاوماج لملحم بركات. كيف لقيت الحلقه جمال فياض؟ حلقه اوماج كثير حلوه. نعم، بس انا بتمنى ينعمل حلقه ثانيه باي محطه ثانيه، ما بعرف وين ينعمل تقييم لموسيقى اللي عملها ملحم بركات، لانه ملحم بركات هو بحد ذاته كاركتير وقضيه وحكايه كبيره كثير، الله يرحمه. كان شخصيه مختلفه كثير عن كل الفنانين، لكن انا بنتظر انه ينعمل حلقه تقييم موسيقي للموسيقى اللي عملها ملحم بركات، الاغاني الاشياء اللي ابدع فيها، لانه فعلا كان ملحن كثير كبير بالاضافه لانه مطري. ويمكن قد ما حكيت عنه فنيا مش قد غسان يلي اشتغل معه وعمل هو يعمل مسرحية ومشتركة وبيت الرحباني وقصص، وخصوصا الياس وجب الياس الرحباني علاقته بملحم بركات. أنا الحلقة حلوة، كانت بتمنى يكون فيها بعد أشياء أكتر مصورة من هول اللي ما نشروا، لكن بالنهايه كانت حلوه من جو معلوف. عمل كثير حلقات سبيسيال يعني، كمان الام تي في بالليله نفسها يعني ثاني ليله عملت حلقه نهار السبت مع نيشان كمان كانت نيشان قبل حلقه قبل يعني ثاني نهار من بعد الوفاه قبل الدفن مع نيشان كانت على الام تي في. منى كيف لقيت الحلقه؟ كثير لقيتها حلوه، بدي اقول له برافو لجو. نعم، لانه اثرت بكل كل كل العالم. هلا يمكن بيقول خلينا نعمل حلقه ثانيه اكثر فنيه، بس هي بالضبط هي مخصصه للشق الانساني وللكوتي اللي ما بنعرفه بملحم بركات. يعني مش ملحم الفنان، وقدر فات على قلوب كل العالم واثر فيهم كثير، فبرافو لجو. طعمي اللي حضرتيها؟ كيف فيها؟ انا كثير حبيتها، وكمان بقول له برافو لجو. في اشياء ما حبيتها، مثل وقتها نحكى اشياء ابو مجد، هو معروف اوقات بلسانه بكب اشياء اوقات. نعم، كلمات برزيقه او شيء انحطت بهيدي الحلقه الاوماج. انا بلاقي انه حلقه اوماج لازم تكون ريلي بيور وتكون كلها عم تفرجي جمال، هذا جزء من كاركتيره. ايه يعني مش بس غلط. انا ما كنت لاقيه بهيدي الحلقه، ما كان على بالي اشوف هيدا البارت. يمكن انه يمكن لو بعد فتره او شيء، بس كان نهارتها ما كان على بالي اشوف هيدا البارت. بس غير هيك حلقه رائعه. هسه رح مين حضرته؟ حضرتها كان عندنا شيء بالليل، ما كنت ما حضرتها، بس انا علاقتي مع ملحم بركات علاقه في سنه 2010، سنه ونص ضلينا انا وملحم كل يوم سوا، كتبنا المسرحيه وعرضناها مهرجانات بعلبك ومن الحب ما قتل. فانا بعرف اشي عن ملحم كثير، وشفت كثير حكي ونظروا عنه. انا اكثر واحد بعرفه، بس ما بحب احكي لما بحب اركب الموجه. بس انا بعرف مين ملحم بركات، مثل ما قال عنه المحامي تبعه نزار، هودي اثنين اصدقائه كثير مهمين. قلبه مزبوط مثل الطفل، وبذات الوقت بيزعل مثل الطفل وبيرضى مثل الطفل، وبذات الوقت عبقري عصره. فمن هالمنطلق المسرحيه اللي عملناها ببعلبك، بعرف كل ليله كيف كنا نصل الساعه 4 بكره ونسرب من بعلبك على زحله، واشتغلنا 7-8 اشهر على السيناريو وسنه قبل تحضير. وبذات الوقت كثير بزعل الاوقات، لان بعد في اشياء عندي كمان مضبوبه كثير بصوت ملحم عندي بالاستوديو بعد ما حدا سمعها. يا ريت مع الوقت مع الوقت مع الوقت ناخذ اذن من العائله، نتفق مع اولاده مع الماتر مع الكل اذا فينا ننزل قصص مخبيه عندي اياها بصوته مغنيه من الحاني وكلماتي. ان شاء الله قريبا يتم هذا الشيء. اكيد غسان احنا بنقول برافو لهذا الشيء كمان. الموضوع الثاني اللي كان بنفس الليله هو عيد الام تي في 25، يلي عرض خلاله المحطه حلقه من تقديم الزميله منى ابو حمزه، تخللها سلسله من الروبورتاجات عن ال 25 سنه من التميز والبرامج المنوعه. بنشوف بعض المقتطفات سوا. الليله رح نسترجع معكم 25 سنه من عمر الام تي في ومن عمركم انتو. قرار اقفال الام تي في طلع من لحظه يلي طلعنا الجنرال عون مباشره من فرنسا، واكثر من مره
ولما كنا صوت المنفي والسجين والمضطهد بكل المناسبات. قرار الإقفال طلع لما أصوات المعارضة كانت تنعطى مساحة عنا لما كانت تتواجه بكعب البواريد بالشارع. بدي أقول للـ MTV بعيد الـ 25، بدي أقول للأستاذ ميشيل المر عقبال سنين وسنين جاي من نجاح والتقدم والمستوى العالي والرقي اللي عم تقدموه. حبيب حضرت العيد؟ أكيد أكيد حضرت. هي بيير حلقة وثائقية أكثر من أنه حلقة احتفالية بعيد MTV الـ 25. مظبوط. بعتقد كان نقصد انه تنعمل هيك لاحياء الذاكره عند المشاهدين بتاريخ الام تي في النضالي والابداع بذات الوقت، وكمان لترجع تذكرهم بالوجوه يلي مرقت على الام تي في وصاروا جزء من ذاكرتنا وجزء من حياتنا. بقى كان اوماج لهالمحطه وللعاملين فيها اكثر من انه تكون حفله احتفالية يعني. اما وما كان هذا البيوت بتخيل. ايضا بشرح عليك احمر بالخط العريض طرح موضوع الزماله بين المتزوج وصديقته وصديقه مقربه. دائما مالك بيختار هالمواضيع مثيره للجدل او بعالمنا العربي منتابع بعض المشاهد ومنعيش. انا ما بخبي شيء على زوجي بس كل شيء بحكيه لصديقي. كل شيء كل شيء كل شيء اي علاقه بدك اياها بحكيها لصديقي مش لزوجي. قول عم نرقص انا وهي مرته هي تصورنا فيديو. يعني حتى لو كنا قاعدين حد بعض وعابطين بعض وغمرين بعض بطلنا نفكر بطريقه انه في شيء حيتحرك او حيكون في شيء بيناتنا. بس انت لو ما عندك مشكله انت وياه انه نكون قاعدين على نفس التخت اكيد ما عندنا مشكله. انه نكون مثلا بالبحر بالسين فينا نكون اثنيناتنا نفس الجاكوزي اكيد ما في عندنا مشكله ابدا. وما بيصير شيء؟ اكيد لا. يحضرني هون التعليق تبع اليسا اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي. جمال شو رايك؟ شو انه ما يتحرك شيء؟ كيف ما بده يتحرك شيء؟ انا بدي افهم كيف يعني بنفس التخت وعابطين بعض وما بيتحرك هلا فيه يكون ما بحب البنات ايه عادي او مريض اتس اوكي. ما انا قلت اتس اوكي. انت مع الفكره يعني يكون عندك صديقه؟ لا شو انه ما في صداقه يعني ممكن هيك تضلها صداقه بريئه بين رجال ومراه لا بمجتمع شرقي ولا بغربي ولا بسنسكريتي ولا من ايام الفراعنه ما كان يصير هيك شيء. هلا صداقه ايه على تليفون على اصحاب بسهره بس بالبيت وعلى التخت وبالاوضه بتصير صداقه. لا مش عم نحكي عن التخت. ما هو هي هي صداقه. اسمع غسان صداقه بين الرجال بين رجال ومراه فيها تضل صداقه اذا المراه ما بتعجبه بس بحب عقلتها هيك بس اذا بتعجبه ما بيصير. واذا هي ما بيعجبها اذا فيزيكلي بتعجبه ما بتضاين. لا بس الصبيه انا صراحه لاول مره من تاريخ هذا البرنامج بايد كلام غسان اللي قاله 100%. انه نحن مانا رجعيين يعني انه اكيد فيك تكون اصحاب مع بنت لانه ترتبط على بنات اذكياء اذا ما بتعجبك اذا بتعجبك ما فيك. تفهموني غلط انا ما قصدي انه ما ممكن يصير في صداقه بين شاب وبنت بس اذا وصل لمرحله الجمله اللي قالتها بالتخت وعبطنا بعض وحبينا بعض بس انه ما بيتحرك لا يكون هو بركي خاصينه او شيء. يعني في ليميت للموضوع بس لا او بركي يمكن ال هلا ما بدنا نحكي عن البنات اللي كانوا بس يمكن هن مزبوط كمان ما بيحركوا شيء حبيب هي القصة مش إذا عنده صديقة أو عندها صديق، هي القصة في حدا مجوز عنده صديق أو عنده صديقة. يعني عم نحكي إذا أنت ما عندك مرة وبنت صديقة ما عندها رجال عادي في بدكم تكونوا أصدقاء بس إذا أنت عندك هالحياة عادية أكيد إيه وإنه عندك صديقة وتجي تنام معك بالتخت في مشكلة يعني ليه بدها تجي تنام بالتخت أصلاً صديقة؟ ما هيدي يعني صار في شيء لأنه سافروا سوا ليوفروا أجرة غرفتين فأخذوا غرفة واحدة. هيك من الناحية الاقتصادية في وجهة نظري يعني بس مسألة إذا بدخنوا أرجيلة بنفس الأرجيلة. داريس عندك كلمة على الموضوع؟ عندي موضوع كامل بس إنه مزبوط ال 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 صديق والصديقة بيكونوا أكثر شيء معجبين بعقلات بعضهم بيكونوا بيتفقوا مع بعضهم في ناس بتتفق معهم
انت هوايتك سينما خيي، بتلتقى ببنت بتموت بالسينما بس حضروا مع بعض الفيلم، ما بتطيق السينما ما بتفوت بتروح على السينما بتصير انت عم تاكل بوب كورن بتحشر فيها هيك ما بصير في شيء بيناتهم يعني غسان خلص كمان بشرح عليك بلش الموسم الجديد لاحظت انت تتحشر فيها هالمال ما عملت هالمال نوايا بريئة نوايا بريئة لانه مش صديقتك لانه مش صديقتك كمان بشرح عليك بلش موسم جديد من برنامج دانسينج وذ ستارز من تقديم كارلا حداد ووسام بريدي. الملفت بالحلقه الاولى كان اداء ليدي مادونا والممثل بديع ابو شعره، خلينا نشوف رقصاتهم. الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. شو هيدا بديع؟ I'm impressed. فعلا رقصة رائعة كانت لبديع ومادونا كمان مين فضلت؟ ليك هلا ما فينا نعمل كومباريزون بس انا استغربت ليش مستغربين برقص مادونا، مادونا كل حياتها تعمل استعراض وقتها كانت ترقص كان كثير عالم ما بتعرف شو يعني الرقص. بديع حسيته وانبسطت فيه جاي مصمم انه بده يعمل شيء منيح وحسيت قد ايه اللي كل العالم اللي بتشتغل المسرح عندها سوبليس وعندها مرتاحه مع جسمها. الممثلين الاكسبريشن تبع وجههم اصلا كان مزبوط حبيتهم كثير. بدع بديع. انا بدي اقول بدع بديع حلو كثير هيدي بدها تقفي واو بالشمسيه يا حرام عبدك لحالك حرام هم تبعولي هون ايه بديع عم بيتمرن على الرقص وانت على النكت مونا ليه ما بتنزل صوب الاخبار شوي؟ مش انه مادونا تفاجئوا انه يي واو كيف ترقص نعم. روحها الحلوه نعم. قراءتك الاقليميه على الموضوع اقليميه اذا بتبلش من حلب نعم. الطريقه اللي ادت فيها هي روحها الحلوه لذيذه بتعطي جو على طول ايجابي وانرجي كثير حلوه إلى فترة طويلة ما دونا موقف المسرح مشان هيك كمان هالليونية اللي بجسمها وهالطاقة الإيجابية اللي عم تعطيها بالرغم من عمرها هيدا اللي كان حلو وعطول خليني أقول الشعطة الحلوة يعني ما إذا فينا نسميها شعطة ما في يعني ولا فنانة بهاي الأيام بتتمتع فيها وبتعطي هالإنرجي الحلوة على المسرح وواضح أنه بتضل طول عمرها فنانة استعراضية من الطراز الأول تحية كثير كبيرة للي مادونا لكل المشاركين بدانسينج وذ ذا ستارز امبارح كان البرايم الثاني من دانسينج وذ ذا ستارز نحن عم نصور الحلقة قبل البرايم مشان هيك ما بنعرف النتائج تبع البرايم الثاني بس إن الله راد الأسبوع الجاي رح نصير مباشرة على الهواء هيك بنصير نلاحق كل البرايمات تبع دانسينج وذ ذا ستارز وتصيروا تشاركونا رأيكم لايف بمنا وجد أندري صايخ شفناه بالحلقة الماضية شفتوه؟ ايه شو قالكم حضر الليلة؟ أوه أكيد شي منيح قال لي اسمه متلت بلدي شو حضر أندري صايخ هي سألته سوا